من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا في إطار هذه التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز، نتابع الحدث لحظة بلحظة من قلب قصر الاتحادية في يوم حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة إنه حقائق بزرية كثيرة تغيرت وكثيرة أيضا تم بها ضم، ولكن اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة معالي وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي. معالي الوزيرة، أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. والتضامن الاجتماعي هي حقيبة ثقيلة، يعني هي حقيبة كبيرة وثقيلة، والحقيقة معني بها عدد كبير جدا جدا من المصريين على جميع المستويات. خليني أسأل حضرتك في البداية عن الرؤية، عن الأولويات في المرحلة دي. اولا خليني ابدا بالشكر الكبير لسيادة الرئيس للثقه، وان النهارده نحلف اليمين يوم بالنسبه لنا احنا كمان كسيدات يوم تاريخي طبعا. ده يعني 3/7 ده ليه اثر كبير جدا عندنا احنا كسيدات. واوجه الشكر كبير ايضا لمعالي الوزيره الدكتوره نيفين قباش على مجهودها الكبير على مدار سنوات، ومن قبلها كمان الدكتوره غاده والي. المهم ان احنا لما نبدا نفتح ملفات وزاره التضامن، المهم ان احنا نكمل على ما سبق. ملفات رعايه الفئات الاولى بالرعايه، حياه كريمه من عندنا شغل كتير معاها، ملفات تكافل وكرامه، ونطمن ان الدعم بيوصل والتمويل بيوصل للمستحقين. كل الملفات، ملفات وزاره التضامن مكمله باذن الله، انما احنا هندرس الاولويات. وحلمي أنا الشخصي إن أنا أبقى بنخرج أسر من دائرة الفقر والعوز. إزاي نقدر، هندرس إزاي نخرجهم، إيه الفرص المتاحة اقتصاديا، إيه المشروعات اللي ممكن تتعمل على في المحافظات نقدر ننجح بيها ونخرج نسبة من دائرة الفقر. لأن ممكن نبقى عندنا أعداد كبيرة في تكافل وكرامة، ولكن الهدف الأسمى إن إحنا مش عايزين يبقى جيل ورا جيل معتمد على الإعانات أو الإعانة المادية أو الضمانات المادية، ولكن إحنا عايزينهم يحلموا بفرصة عمل، يحلموا بتدريب معين، يحلموا بمهنة، ونزق كده مع بعض مجتمع وحكومة للخروج من دائرة العوز. النهاردة أنا شايفة الحكومة متناغمة، يعني فرق بدأت تقسم، أنا مع معالي وزير التموين، مع معالي وزيرة التنمية المحلية، إن شاء الله نشتغل فريق عمل كبير، وأنا مبسوطة من فكرة فرقة العمل، يعني نازلين في تعاون وفي كده شراكة أعتقد فريدة. ثلاث حقائب يعني يخصوا الشارع المصري في المقام الأول والثاني والثالث. مهم جدا يعني مهم جدا ملف المسنين، مهم جدا ملف دور الرعاية، مهم جدا إن احنا كمان الحضانات، ملفات كتيرة جدا موجودة في الوزارة منذ إعلان الاسم بالأمس يا دكتورة. والحقيقة أن السؤال الأبرز لدى الكثير من السيدات، لمن تركتي نساء مصر؟ يعني حضرتك طبعا تحييكي بدور كبير جدا اللي قمتي بيه من خلال منصبك السابق، والسؤال ده حقيقي تسأل كتير جدا، ولكن يعني كلنا طبعا دعم لحضرتك في المرحلة القادمة، مرحلة هامة جدا ووقت دقيق جدا في البلد. يعني يا رب يا رب ان شاء الله ننجح في هذه المهمه، ولكن انا مش بقدر اترك نساء مصر. نساء مصر هنخدمهم بطرق مختلفه ايضا، من عن طريق الوزاره وملفاتها. المجلس القومي للمراه اضاف لي الكثير، انا يعني اضاف لمعرفتي، اضاف لعملي، وسعيده بكل التطور اللي حصل في مصر باراده سياسيه حقيقيه. دايما بنتكلم على اراده سياسيه حقيقيه بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده مهم. الإرادة السياسية مش جملة، الإرادة السياسية عمل وفعل بنشوفه على الأرض، وإن شاء الله بإذن الله في هذا الملف الجديد إن شاء الله أتمنى النجاح إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا معالي الوزيرة، شكرا لحضرتك. التغطية متواصلة مشاهدينا الكرام على مدار هذا اليوم.